مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان القوانين المتعلقة باستغلال الغابات. الغابة ثروة وطنية ورئة ثانية كانت نفس بها، لكن الاستغلال العشوائي ديالها عنده نتائج سلبية على البيئة. لهذا وضعت الدولة رخصة لعملية الاستغلال حفاظا على هذه الثروة. كترتكب العديد من الجرائم في حق الغابات، التخريب والتعييب والإتلاف، الاحتلال الغير قانوني للأراضي الغابوية واستغلالها للزراعة أو البناء، إضرام النار، الصيد غير المنظم اللي كيهدد حياة الوحيش داخلها. كلها ظواهر سلبية كتستلزم وضع قوانين من شأنها حماية هذا الموروث الغابوي ببلادنا واتخاذ إجراءات صارمة كفيلة بحمايتها من كل استغلال كيضر بها. شنو هي الإجراءات القانونية اللي وضعها المشرع المغربي لحماية الثروة الغابوية؟ بالنسبة للقوانين، القوانين يعني بالنسبة للمغرب هناك ترسانة قانونية جد مهمة، سواء بالنسبة للحفاظ على الغابات، الحفاظ على الحيوانات، الحفاظ على المجالات، وبالنسبة يعني الترسانة القانونية هي ترسانة جد مهمة، إلا أن الترسانة القانونية في الشق ديالها الزجري ليست بكافية. لهذا كاين اتجاه حاليا من حوال يعني التوعية بشكل كبير والمصاحبة ديال المجتمع المدني في التدبير ديال السياسة الغابوية. وشنو هي إجراءات الحصول على رخصة الاستغلال الغابوي؟ بالنسبة للاستعمال ديال هذا المجال، هذا المجال كعرفنا هو مجال هش، إذن مجال هش يقتضي بأن أي تدخل يجب أن يكون يعني تحت ترخيصين، تحت طائلة ترخيص من الجهة المسؤولية وفقا للمعايير اللي كتضبط هاد يعني التدبير المستدام ديال 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 هاد المجالات. ما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعا.